الانفجار البركاني اللي حصل في اليابان في 31/10. على فكرة القمر الصناعي اللي قصد الموضوع ده هو لاندسات 9. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها. معايا النهاردة أخبار مهمة جدا جاية من مهمة جونو التابعة لوكالة ناس، زائد دراسة مهمة جدا عن الدوامات القمرية. كمية تفاصيل مهمة جدا لازم تعرفوها، صدقوني مش هتسمعوها إلا هنا. مطولش عليكم في المقدمة. أول خبر معانا بيقول إن مسبار جونو التابع لوكالة ناسا واللي بيستكشف كوكب المشتري اكتشف إن في دوامات على شكل اسطواني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني رياح كوكب المشتري بتخترق الغلاف الجوي بتاع الكوكب، والنتائج دي في النهاية هتعرفنا المزيد عن الجزء الداخلي الغامض والمضطرب قوي. كمان أظهرت بيانات جاذبية كوكب المشتري اللي جمعها جونو ان الرياح الجوية بتهب عبر الكوكب كله بطريقة اسطوانية وبتتحرك بشكل متوازي مع محور دوران الكوكب. وعلى فكرة المركبة الفضائية كانت عارفة الاحداث العنيفة اللي بتحصل في الغلاف الجوي على المشتري من سنة 2016، واول ما وصلت عملت حوالي 55 رحلة جوية حوالين الكوكب. بيقول الباحث الرئيسي في مشروع جونو وهو سكوت بولتون ان احنا بنحقق نتائج علمية بتحدد لنا كوكب المشتري الجديد اللي احتمال يكون ليه علاقة بكل الكواكب العملاقة. كمان دقة مجال الجاذبية المحددة شبه الدقة اللي حددناها من 20 سنة فاتت. الخبر اللي بعد كده معانا بيقول ان بيانات الاقمار الصناعية بتظهر لنا تراجع سريع قوي للانهار الجليدية. العلماء وهم بيدرسوا اثار تغير المناخ على الجليد غالبا بيركزوا على الغطاء الجليدي، وبالتحديد الجسم الجليدي الضخم والمتصل اللي بيغطي حوالي 80% من جزيرة جرينلاند. بس على فكرة في الالاف من الانهار الجليدية في الجزيرة كلها، بس الباحثين ما درسوش الا عدد قليل قوي منها. التركيز الكبير قوي على الجسم اللي بيشكل 80%، وباستخدام بيانات الاقمار الصناعية فالباحثين حللوا حركة اكتر من 1000 نهر جليدي من سنة 1890 لحد السنة دي، واكتشفوا ان معدل تراجع الانهار الجليدية المحيطة تضاعف خلال ال 20 سنة الأخيرة. الخبر اللي بعد كده بخصوص المذنب الشيطاني 12 بي، في دراسة جديدة بتقول إنه بقى أكثر نشاطاً. المذنب ده على فكرة بركاني بارد زي معظم المذنبات، النواة بتاعته صلبة والقشرة الجلدية صلبة ومليانة بالجليد والغاز والغبار، محاطة بسحابة غامضة من مواد بتتسرب جواه. الدراسة الجديدة بتقول إن إشعاع الشمس بيسخن الجزء الداخلي بتاعه وده بيخلي الضغط يتراكم لدرجة ان هو ممكن يكسر قشرة النواة الداخلية، وده ممكن ينشر الاحشاء الجليدية بتاعته في الفضاء، والانفجارات دي هتعكس المزيد من اشعة الشمس علينا. تخيل ان اصلا عرض النواة الداخلية بتاعته 17 كيلو، وربنا يسترها علينا. الخبر اللي بعد كده بخصوص الدوامات القمرية، كشفت ملاحظات جديدة من مركبة الاستطلاع القمرية المدارية التابعة لوكالة ناسا ان الدوامات عبر سطح القمر مرتبطة بالتغيرات في السمات الفيزيائية للقمر. طيب ايه هي الدوامات دي؟ الدوامات دي عبارة عن بقع ملتوية الشكل موجودة على سطح القمر وبتعكس مستويات عالية من ضوء الشمس. على فكرة كمية ضوء الشمس المنعكسة للفضاء عن طريق جسم معين اسمها البياض. الدوامات دي بقى الباحثين بيطلقوا عليها البياض العالي، وبيتم التعبير عنها على شكل حلقات واسعة ومشرقة وبيفصل بينها دوامات داكنة. طيب الدوامات دي بتحصل فين؟ الدوامات دي بتحصل في السهول القمرية اللي اتكونت بسبب البراكين المرتبطة بتأثيرات الكويكبات القديمة. بس الحاجات الأساسية اللي محتاجين نفهمها الفترة الجاية العمليات اللي شكلت سطح القمر، وازاي الجزيئات بتتحرك عليه، وازاي اصلا اسطح الكواكب والاقمار بتاعتها بتأثر بشكل عام على البيئة الفضائية المحيطة بيها. لحد ما نخلص حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.